أينما كنتم مرحبا بكم مباشرة من ملعب سان سيرو بمدينة ميلان، وكأنها سهرة أو ليلة من ليالي دوري الأبطال وليس الدوري الأوروبي. هذه المباراة التي تجمع بين العريقين، أتحدث عن الناديين وليس عن الفريقين، لأن هناك فرق بين النادي بعلاقته وتاريخه وثقافته ورصيده وألقابه وجماهيره، وبين فريق تعيس اليوم كعلى غرار فريق أرسنال، فريق عائد إلى الواجهة على غرار فريق أي سي ميلانو بقيادة لاعبه السابق جينارو جاتوزو، الذي حقق 6 انتصارات متتالية من دون أن يتلقى أي هدف، 13 مباراة من دون خسارة منذ 23 ديسمبر من سنة 2000. أوروبي الفوز باللقب، العودة إلى دوري أبطال أوروبا، ودرجة خطيرة، كنترولي عند الكرة على الجهة اليسرى، كنترولي الركلية الأولى بعد هذه التغطية الدفاعية من قبل شكودرا الموسو، يحاول يمر من هناك المراوغة، التوزيع أولى بونافنتورا في القائمة الثانية، كاد يفعلها وكاد يأتي الجول الأول لصالح عناصر فريق اليمنى. شفنا بونوتشي الكرة مرفوعة في القائمة الأول بالراس والدفاع، ممتازة كرة شيناتش البينية، رجعت ودخل كرة شيناتش البينية، جا كرة ويلتر غولا، كاد مخيطريان يشب لأشباك دوناروما، لقطة سريعة جدا استلمها لمسعود أوزيل ومررها لويلتر بدور الامخير، ومسعود كوتروني يفوت على الميلان فرصة هز الشباك من أروع ما يكون، التمريرة منها كان شارع كوتروني، والتير استلمها كرة خطيرة لويلبيك رومانيولي، هو الحارس دوناروما سمير الميلان حيدة وخطيرة، ليس هناك وضعية تسلل شراط الله وضربة مرمى، يقول حكم المباراة خروج رائع من الحارس أوسبينا. لعبة مباشرة مسعود أوزيل، عرضية ممتازة ورائعة خطيرة، الأرمياني مخيطرياني سدد صاروخ وجول، على طول قامته، على قوته، على صغر سنه، على براعته، ومع ذلك دوناروما لم يشاهد شيئا. أول أهداف مخيطريان في الدوري الأوروبي، هاي الصورة الخامسة على التوالي لجينارو جاتوزو الذي سيصنع الحدث بدوره في هذه المباراة. صاروخ التسديدة غلطت دوناروما لأنها ضربت في أحد المدافعين، كالابريا يتوقع المثال، كالابريا نغلو بعيدة تماما، هذه الكرة راح ضربة مرمى، يكون حكم المباراة لصالح الحارس دافيد أوسبينا، يلعب لك لابريا، عرضية الكرة من هنالك، التغطية الدفاعية والركنية الأولى لصالح حارس الأرسنال منذ انطلاقة المباراة، الحكم المساعد يقول لا لا هي أم لا، التسديدة مرة ثانية بعيدة تلعب الكرة، كان في اصطداء بين الحارس دافيد أوسبينا، سوف يتجه رفقاء سوسو التغطية من أرض رودريغيز، رودريغيز لكوتروني، زيلو البيت والتغطية جمبيرز، الدفاع جمبيرز ودوناروما يخرج كرة أخرى خطيرة، دوناروما يتفوق على والبك، تفوق مباريات سنة مباريات عادية، الكرة عالية بونوتشي، لماذا ذكرت هذه الأرقام؟ لو ترجعوا لأي مباراة عادية أخرى حتى ولو كان نهائي كأس العالم أو نهائي دوري محلي في ويلجير، أولا لا إلى خطيرة، أولا لا رائع مخيطريان مرة ثانية، الأرميني من هناك وسرعة التمرير من ويلبك، المراوغة ما زال، وينك كوتروني، سوسو راوغ يدخل، سوسو بعيدة، كرة سوسو المراوغة وبعيدة، هاي كرة جول مسعود أوزيل، با 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 جول 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 جول، لعبة تدرس في مدارس كرة القدم العالمية، ثلاثية من أروع ما يكون صنعها مسعود أوزيل، نعم لعبة تدرس في المدارس وتدرس كذلك عند الأكابر، من أروع ما يكون يا رمسي سجل جول، هدف ثاني لأرسنال.